اذكر أصحاب مهن يستخدمون أصواتهم للترويج إلى خدماتهم ومبيعاتهم سابقاً وحالياً. يلا هسا عيدة على كيفي. في العراق اذكر أصحاب مهن يستخدمون أصواتهم للترويج إلى خدماتهم ومبيعاتهم سابقاً وحالياً. بائع الغاز. بائع الغاز، نعم موجود. الباع المتجولون. وانت اخذت اعلى احتمال. شو تقرر، نروح ويا الصوالح لو تاخذوه؟ تاخذوه ها؟ يلا ناخذ. شو تاخذوه؟ يلا تفضل. ما يهدون يا الله، تفضل اخذك. ولا ما يهدون، بس انتوا هدوتونهم راسا. وخلي نشوف اذا. شوف الان حنين، حنين بالعراق اكو اصحاب مهن قبل وهسه، يعني قسم باقين، فاذكري لي واحد من اصحاب المهن. بائع الخضار. بائع الخضار، نعم. خل اشوف بائع الخضار.